تعالوا نروح مع بعض كده الى بلدنا وشأن بلدنا وخصوصا مشروعاتنا الاقتصاديه المهمه جدا اللي بتحول مصر طول الوقت تشتغل على كل مواردها ولتقدر تعدي بيها ايضا الى اقتصاد اكثر سلامه واكثر استقرار. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجوله بعدد من المشروعات الصناعيه بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واكد رئيس الوزراء ان هذه الزياره تعكس اهتمام الدوله بتنميه وتطوير المناطق الاقتصاديه المختلفه لا سيما المرتبطه بمحور قناه السويس دي الاهميه الاستراتيجيه وتوفير مختلف الامكانات والخدمات بتلك المناطق لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المتنوعه. وذلك ايضا زياده فرص التشغيل، دعم الصادرات اللي ممكن نصدر بيها كما اشار الى ان الزياره ستشمل ايضا تفقد عدد من المشروعات الصناعيه الثقيله والمتوسطه والصغيره، بما يكرس ايضا تحفيز الدوله الدائم للمشروعات الاستثمارية الانتاجية وده الحقيقة احنا طول الوقت بنتابعه على فكرة حتى حضراتكم لو كنتم يعني يعني بالفرصه بتبقوا موجودين في منطقه السخنه وقناه السويس هتلاقوا كم المشروعات الواضح جدا على الارض كبير جدا وطول الوقت هذه المنطقه فيها عمل دؤوب وفيها استثمارات كثيره جدا وفيها شغل لا ينتهي يعني طول الوقت وانت رايح جاي على السخنة أو هذه المنطقة العمل لا ينتهي أبدا أجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي أيضا يعني هذه دوله وعدد من المشروعات زي ما حضراتكم متابعين في الصوره مشروعات صناعيه وفي المنطقه الاقتصاديه اللي فيها كل المشروعات الخاصه بمنطقه قناه السويس وكمان كان معاه الفريق كامل الوزير وزير النقل ووليد جمال الدين رئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس ودكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس. خلال هذه الجوله اللي حضراتكم بتتابعوها اكد السيد رئيس الوزراء كمان ان هذه الزياره بتعكس اهتمام الدوله بتنميه وتطوير المناطق الاقتصاديه المختلفه الزياره بدأها رئيس الوزراء بمجموعه شركات حديد عز زي ما انتم شايفين وكان في استقباله الحقيقه يعني عفاف عز مدير تطوير الاعمال بالمجموعه وايضا كمان العضو المنتدب ساهر الفار العضو المنتدب للشركه وحسام فهمي نائب المدير العام للشؤون الفنيه حيث تفقد مدبولي المرحله الثانيه من المشروعات الخاصه بالشركه المتخصصه في الصناعات الثقيله زي ما انتم متابعين الصوره فيها الحقيقه جولة متنوعة فيها شرح فيها عرض فيها كل الامكانات وما تقدمه هذه المنطقة وأيضا شركة حديد عز هذه الصناعات الثقيلة والحقيقة يمكن الجولة كلها بتبرز قد ايه الدولة بتهتم بالتنمية والمشروعات والاستثمارات الاقتصادية المتنوعة تعالوا نتابع مع بعض هذا التقرير قلعة صناعية مصرية واسم ناجح في مجال الصناعات الثقيله انها مجموعه شركات حديد عز للحديد والصلب نحو سته مليارات دولار اجمالي الاستثمارات في مجمعات حديد عز بالسخنه والدخيله ومدينه السادات تنتج نحو سته ملايين ومئتي الف طن من الصلب خلال عام 2023 تشمل مليونين وثمانمائه الف طن من حديد التسليح الاطول ومليونين وثلاثمائه الف طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن وثمانمائه الف طن من لفائف اسلاك الصلب فيما بلغ اجمالي عدد العماله بالشركه حوالي عشره الاف فرد نصفهم تقريبا من المهندسين والفنيين حققت الشركة صادرات تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار خلال عام 2023، وسط توقعات بوصول صادرات الشركة إلى مليار و750 مليون دولار بنهاية العام الجاري. ويتم تصدير منتجات الشركة إلى 35 دولة. وايمانا من الشركه بالبعد البيئي كان الحرص على استخدام الطاقه النظيفه حيث تستخدم الشركه تكنولوجيا الحديد المختزل باستخدام الغاز الطبيعي والطاقه الكهربائيه في افران الصهر اما بشان خطط التوسعات المستقبليه للشركه فتتضمن تنفيذ مشروعين جديدين الاول هو مشروع انشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفله على الساخن بطاقه انتاجيه مليون طن سنويا ويهدف المشروع الى رفع الطاقه الإنتاجية للمجموعة إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طن سنويا لتغطية الصادرات وتلبية النمو المتوقع في السوق المحلية إلى جانب إضافة وحدة للمعالجة الكيميائية لزيادة القيمة المحلية المضافة بينما يتضمن المشروع الثاني إنشاء مصنع لألواح الصلب بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا بهدف تلبية الطلب المحلي في مجال صناعة السفن والشحن البحري والإنشاءات وخزانات الغاز